ومن موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. البداية لهذا اليوم ستكون مع منشات نساء الوطن والتي عنونت معوض يعزز مواقعه أخوض معركة لبنانية في مواجهة الصفقات الخارجية. حزب الله يسترجع الأفندي ورقة بيضاء بالزائد. فمرضى غسيل الكلى مهددون بحياتهم وأدويتهم ومستلزمات علاجهم الطبية عرضة للانقطاع. لا يهم اللبنانيون عموما لن يكونوا قادرين على الاستشفاء لأن نقابة المستشفيات أعلنت أمس أنها سوف ترى نفسها مضطرة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة. هذا أيضا لا يهم. المهم والأهم أن تعيد المنظومة الحاكمة تنظيم صفوفها وتعزيز قبضتها على الدولة ومؤسساتها وتبسط سطوتها على كامل مفاصل السلطة والباقي كله تفاصيل. فبعد طول لف ودوران وصل المجلس الدستوري إلى لب الطعون أمس، فأعاد فيصل كرامي إلى مقعد طرابلس السني بدل رامي فنج من سحب إبطالا لنيابة فراس سلوم لصالح حيدر ناصر عن المقعد العلوي. فكان لحزب الله ما أراد منذ لحظة إعلان سقوط الأفندي في صناديق الاقتراع حتى استرجعه سالما غانما إلى بيئته النيابية الحاضنة لينضم إلى رفاق السلاح في المجلس صوتا إضافيا إلى جانب خيارات الحزب الاستراتيجية، وهي ورقة بيضاء بالزائد في الحسابات الرئيسية إلى أن يحين موعد التسوية الخارجية على رأس الجمهورية. وتحت هذا الشعار انعقدت الجولة الانتخابية السابعة وطارت مع تكرر سيناريو تعطيل النصاب فور انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، حين استرعى الانتباه موقف لحزب الله على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، وأشاد فيه بمناقبية قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أن يستدرك عمار بالإشارة إلى أن تنويهه بقائد الجيش غير مرتبط بالاستحقاق الرئاسي. أما على ضفة المعارضة فعزز معوض مواقعه الرئاسية من خلال تأكيده نيل تأييد نائبي حزب تقدم مارك ضو ونجاة صليبة لترشيحه والاتفاق معهما على التصويت له في الجلسات الرئاسية. من نداء الوطن سوف ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي تناولت أيضا الملف الرئاسي وعنونت فرنسا تروج لقائد الجيش. فتطور الأبرز على المساعي الخارجية لمعالجة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية تمثل في معطيات جديدة واردة من العاصمة الفرنسية باريس وعواصم أخرى. تؤكد هذه المعطيات بأن فرنسا ومدعومة من واشنطن والرياض باتت أقرب إلى الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. وقال مطلعون على الاتصالات الفرنسية أن الفرنسيين سينتقلون إلى مرحلة جديدة من خلال خلية لبنان والتي تضم المستشار الدبلوماسي إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية السفير برنار أميه. تنطلق هذه الخلية من حسابات تقوم على معارضة أي تسوية يستفيد منها حزب الله والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق يحاول الفرنسيون حشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصد إبعاده عن حزب الله مع إدراكهم بأن هذا الطريق مسدود. وتفيد المصادر بأن الفرنسيين يعدون لجولة اتصالات جديدة تتولاها السفيرة الفرنسية في لبنان أنغيو مع تردد أنباء عن زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع إلى بيروت لهذه الغاية. في غضون ذلك تصر الرياض على أنها لن تكون معنية بالملف الرئاسي إلا في حال كان هناك خيار واضح يقود إلى انتخاب رئيس معارض لحزب الله مع وعود واضحة بتركيبة حكومية وإدارة عامة ورؤساء للأجهزة الأمنية تكون كلها بعيدة عن أي وصاية للحزب، وأن كل الاتصالات التي تجري معها من أطراف لبنانية وغير لبنانية تبقى في إطار التشاور لا أكثر. وبحسب مصدر على صلة بالرياض يزداد النقاش داخل المملكة حول النتائج التي حصدتها الرياض على الساحة اللبنانية في السنوات الست الماضية، وبناء عليه يجري البحث في دوائر القرار السعودية بعمق في الملف اللبناني بمعزل عن الملف الرئاسي. وهناك محاولة لرسم خطة جديدة ترفع إلى ولي العهد من جهة أخرى طبعا. وهذه كشفت مصادر مطلعة أن الفرنسيين يدرسون مع الجانب الأمريكي وعواصم عربية أخرى بينها القاهرة وعمان فكرة أن يصار خلال أسابيع قليلة إلى حسم الجدل وإلغاء العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان.
إلى صحيفة النهار أيضا التي عنونت ماكرون سأل عن المساعدات السعودية للبنان وأوساط بخاري لبنان أضاع 22 اتفاقا. إذ كتب الصحفي وجدي العريضي استأثر موقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مستوضحا عن المساعدات السعودية للبنان باهتمام لافت، لا سيما أن ثمة تناغم وتواصل وتنسيق بين الفرنسيين والسعوديين وباريس ملمة بالشأن اللبناني. أضف أن هناك صندوقا استثماريا تنمويا أنشأه البلدان. لذا السؤال، هل ثمة تباين بينهما حيال الملف اللبناني؟ في هذا السياق تقول مصادر مقربة من السفير بخاري للنهار وتوضيحا لكل ما يحيط بالدعم أو بالمساعدات التي تقدمها المملكة للبنان أن الرياض وبمعزل عن هذه المسألة تربطها علاقة تاريخية مع هذا البلد وشعبه الطيب، إلى صداقات وعلاقات اجتماعية مع معظم الزعامات والقيادات السياسية على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. ولكن وللتاريخ ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، عملت السعودية في آخر حكومة ترأسها الرئيس سعد الحريري على إنجاز 22 اتفاقا في كل المجالات والقطاعات على صعيد الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ الاستقلال، ولو تم الالتزام بها لكانت نقلت لبنان إلى مرحلة متقدمة جدا وحالة ازدهار لا مثيل لها، لأن السفير بخاري واكبها وتابعها بدقة متناهية وأدرك أن لبنان سيكون الأبرز اقتصاديا وماليا وسياحيا على مختلف الصعد، ولكن سياسات الأحقاد والعرقلة والتعطيل هي التي فرملت هذه الاتفاقات وناسفتها من خلال سطوة حزب الله والذين لا يريدون للبنان الخير والتقدم. وتضيف المصادر أن عناوين عدة أثرت على خط المساعدات ليقتصر الدعم من المملكة على الصعيد الاجتماعي ومساعدة الجيش اللبناني والتركيز على القطاعين الطبي والتربوي بفعل انهيارهما دون أي خطوات كبيرة قبل انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. من صحيفة النهار سوف نعود مجددا إلى صحيفة الأخبار التي تناولت مسألة صحية في هذه الأيام تسببت في بقاء آلاف الطلاب في المنازل بسبب الإنفلونزا أو الجريب، فضلا عن أعداد كبيرة منهم تدخل إلى المستشفيات. فكتبت صحيفة الأخبار في موسم فيروسات الإنفلونزا H3N2 ضيفا ثقيلا على اللبنانيين. شهد لبنان منذ شهر تقريبا حديثا متزايدا عن إصابة تلاميذ المدارس بحرارة مرتفعة تستمر أياما وعوارض رشح قاسية جدا رجح أنها عودة لفيروس H1N1، فيما هذا الأمر غير دقيق، فأكد المختصون أنه فيروس H3N2 الذي يفرض انتشاره عادة معدلات استشفاء عالية. وتؤكد رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري انتشار الفيروس، لكنها توضح أن H3N2 وليس H1N1، مطمئنة بأن هذه السلالة ليست جديدة بل معروفة، طبعا معروفة في الأوساط الطبية. وهنا أيضا يصف اختصاصي الأطفال الدكتور نبيل الحاج حسن الوضع بالسيء والمهول، ويقول أنه لم يعاين انتشارا كالذي يحصل في لبنان منذ سنوات، فسرعة الانتشار بين الأطفال في المدارس والحضانات كبيرة جدا، وعبرهم طبعا يصل الفيروس للأهل في البيوت. وكانت صافرة الإنذار من هذه السلالة قد انطلقت من ألمانيا في أذار من العام الجاري، طبعا حين تبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابات بهذه الإنفلونزا. في هذا السياق يعني مشكلة إضافية، إذ أن اللقاح يتوافر في لبنان، خاصة نتكلم عن لقاح الإنفلونزا بشكل دائم وهو موجود عالميا ولبنانيا وبأعداد كافية، إلا أنه في لبنان تحديدا وبسبب الأزمة الاقتصادية تمنع الكثير من المواطنين طبعا عن الوصول أو إمكانية الوصول إلى هذا اللقاح الذي كان سعره 23 ألف ليرة لبنانية في السنة الماضية ووصل إلى ما يقارب 600 ألف ليرة للجرعة الواحدة. هذا الأمر دفع بهؤلاء الأشخاص إلى الأعراض عن أخذه بعدما كان لسنوات مجدولا أو مجدولا عفوا على قائمة أدويتهم الأساسية السنوية، الأمر الذي سيجعلهم عرضة للعوارض الشديدة.